فضيلة الشيخ الدكتور الوقور المحترم يسري محمود عزام ليلقي لنا في هذه الأمسية كلمة من أعماق القلب ومن سواكن الوجدان ومن سواكن الضمير. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به وبعلمه في الدارين آمين. فليتفضل مشكورا مهجورا. الحمد لله رب العالمين يا رب، إله الخلق ألهمني صوابي وكلي في الحياة وفي المنام، وصل بيني وبين النور طه وهيئني لأسرار الهداه، وخذ بيدي لما يبغيك عني وقو عزيمتي وأزل حجابي وسد منافذ الشيطان مني ويوم العرض لقني جوابا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. وأشهد أن سيدنا المصطفى عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أقسمت بالله ما في الخلق من أحد حوى علاه وما أخطأت في قسمي، هل غيره من رأى المولى وخاطبه في حال يقظته لا في رؤى الحلم أسرى به الله إجلالا لرتبته إلى مقامات قرب منه لم ترني، وجاءه الرفرف الأعلى ليرفعه إلى إله له بالبسط مبتسم، فسر بالتحف الغر التي وصلت إليه حين دنا من بارئ النسم، وفوق متن بساط الأنس شافه بكل سر عن العالين مكتتم. فاشفع لنا فاشفع لنا فاشفع لنا يا رسول الله، إن لنا حبلا فيك غير منفصل. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحمناتك رضاية تسليماتك تدوم بدوام ملك الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استمعنا منذ قليل إلى هذه التقدمة المباركة من ذلكم الإعلامي الأمعي فضيلة الشيخ الدكتور محمود الأبيدي فخر دعاة مصر، جزاه الله عن الدعوة وعن الأزهر خير الجزاء، حينما قدم لعلم من أعلام القرآن وهو فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك الذي رفعه الله بالقرآن فيقرأ القرآن وكأنه يفسر القرآن عند تلاوته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لماذا قال مولانا سبحان الذي أسرى؟ بدأ السورة بسبحان ليزول العجب،
فأنت عندما تتعجب من شيء تقول سبحان الله. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. النبي لم يسر بنفسه ولم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، إنما دعي إلى الجناب العالي، دعي إلى حضرة مولانا العلي، ووصل إلى مكان لم ولن يصل إليه نبي مقرب ولا رسول مرسل. فإن خرج الأمر من قدرة البشر المحدودة إلى طلاقة قدرة رب البشر لا محدودة، فلا مجال لإعمال العقل. قف أيها العقل عند منتهى وسلم الأمر إلى مولاه. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يكن بنبيه، لم يكن برسوله، لم يكن بحبيبه ولا بصفيه، وإنما قال بعبده، لأن خلقنا من أجل العبادة، وشرف العبادة لا يدانيه شرف. حسب نفسي عزا أني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأعز وأنا أناجيه أين ومتى أحب. لا تستأذن، تقف بين يدي الله في أي وقت، لا وسطة، لا تحتاج إلى استئذان، بمجرد أن تقول الله أكبر فأنت في حضرة الله. ثم قال سبحانه: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نحن الآن في مسجد الشام، هل يستطيع أحدنا الآن أن يقول حضرت الأمسية المطامدة في هذه الليلة في المسجد الشامي، أم يقول في مسجد الشامي؟ يقول في مسجد الشامي. ولك أن تقول صليت في المسجد الحرام، وصليت في المسجد النبوي، وتمنيت على الله أن أصلي في المسجد الأقصى. لماذا؟ المساجد الثلاثة معرفة بالألف واللام، وبقية المساجد نكرة. أقول لك: لأن جميع المساجد في الأرض بيوت لله باختيار خلق الله، إلا المساجد الثلاثة فهي بيوت لله باختيار الله. هو الذي اختار المكان ليكون هنا المسجد الحرام، هنا المسجد الأقصى، هنا المسجد النبوي. ثم قال سبحانه: لنريه من آياتنا. في سورة النجم يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آيات وآيات ومعجزات باهرات لخير البريات، عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات. كريم الله موسى يقول لمولانا جل وعلا: رب أرني أنظر إليك. طلب الكريم من الرحيم: رب أرني أنظر إليك. فماذا كان الجواب؟ لن تراني، لم يقل ستراني أو سوف تراني أو تتأهل لتراني، لا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخذ سيدنا موسى الكريم ينظر إلى الجبل ويحلق بعينيه إلى الجبل، هل يستقر الجبل أم ينك الجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله مكا وخر موسى صعقا. قال شيخنا الإمام الشعراوي رحمه الله في هذه الآية، فموسى خر مغشيا عليه من رؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي وهو الله؟ أما حبيبنا دعي لجناب مولانا العلي: أنت مدعو يا رسول الله، أنت مأذون لك في الرؤيا، مأذون لك في المخاطبة، مأذون لك في المشاهدة.
وإذا العناية لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن أمان. كلم الله موسى في الأرض يكلم مولاه فيقول له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. سيدنا موسى يؤمر في الأرض بخلع أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقيل له في السماء لا تخلع بحضرتنا النعال. كان الإمام الحسن البصري يصف النبي ويقول أما شعره كذا ولونه كذا وعرقه كذا ولباسه كذا وهيئته كذا. وجاء عند ذكر نعل سيدنا رسول الله فقال أما نعله فنعل بذكره، أما نعله فنعل بذكره. فقيل له كيف ذلك يا إمام؟ قال لأن موسى خلع عليه في الأرض وحبيبنا وصل إلى سدرة المنتهى ولم يقل له اخلع نعليك. مولانا قال لسيدنا موسى لن تراني، وقال عن سيدنا المصطفى ما كتب الفؤاد ما رأى. فلو قارنت لفظة لن تراني بما كتب الفؤاد فقدت معنى. فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذكره صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم له المنزلة العظمى عند ربه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا سميعا الشقاق. أفضل من كل الأنبياء، أفضل من كل المرسلين، بل أفضل من كل الملائكة. هذا لا خلاف. نبينا صلى الله عليه وسلم قال له مولانا لنريه من آياتنا، فهو مدعو من قبل الله جل وعلا ليحظى بهذه الأنوار وتلك الأسرار. يخرج حبيبنا من بيت السيدة أم هانئ، وفي بعض الروايات من حجر الكعبة، وفي بعض الروايات من الحرم، فيذهب مع سيدنا جبريل إلى المسجد الأقصى، ويأتي وقت الصلاة فيقول له سيدنا جبريل تقدم يا رسول الله. الأنبياء جميعهم في صفوف، وإمام الأئمة وبدر التتمة لبنة التمام ومسك الختام، حبيبنا عليه السلام يتقدم لإمامة الجميع، فهو الإمام المقدم وهو الرسول المعظم صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو على ظهر التراب، يقول له سيدنا جبريل انزل هنا فصل. فيصل ثم يسير التراب، بعد فترة انزل هنا فصل. فيصل ثم يسير التراب، انزل هنا فصلي. فيصلي ثم يوجه السؤال لجبريل، لماذا يا أخي يا جبريل صليت في هذه الأماكن وما هذه الأماكن؟ فيقول سيدنا جبريل في المرة الأولى صليت في طيبة الطيبة وإليها هجرتك إن شاء الله. طيبة وطيبة وطابة والمطيبة وطيبة التربة والفيحاء والبيضاء ومدينة رسول الله طابت بأطيب من تطيب طيبة. يا طيب خذ من طيبها رياكا، وإذا لم أطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين أطيب. الله أكبر.
ثم يسير حبيب عليك فيصلي فيقول له سيدنا جبريل أما في المرة الثانية فصليت في طور سيناء حيث كلم الله موسى. وصلاة حبيبنا في مصر تشعرنا بالأمن والأمان والطمأنينة والراحة البال. بلد وطنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يشقى أهلها أبدا. مصر الكنانة من هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي وراعيها، فالشمس عين لها والليل نجواها. ثم يصلي في المرة الثالثة فيقول له سيدنا جبريل صليت في بيت لحم حيث عيسى عليه السلام. ثم يصعد حبيبنا إلى السماء، وكل سماء تتزين، وكل سماء تتهيأ، وكل سماء تتشرف بمقدم سيدنا رسول الله. فيمر بالأنبياء، فإن كان إدريس رفع مكانا عليا فهو في السماء الرابعة، وحبيبنا وصل إلى سدرة المنتهى فوقف جبريل. تقدم يا أخي يا جبريل فقال يا رسول الله ما منا إلا له مقام معلوم، لو تقدمت أنا لاخترقت ولو تقدمت أنت لاخترقت. فتقدم حبيبنا فانغمر في أنوار الجلال وتاه في كمالات الكمال. التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. من هناك من سدرة المنتهى نعود إلى هنا، والقلوب تعلقت بنبينا، فاللهم اجمعنا به يقظة ومناما دنيا وأخرى يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وبلغه منا التحية والسلام، وشكر الله لكم حسن استماعكم. عليك يا دكتور يسري. عليك. فتح الله عليكم. بسم الله ما شاء الله. ليش؟ 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 ليش؟